منذ بداية ظهور جائحة كوفيد 19 في البلاد وحتى الآن، سجلت وزارة الصحة أعدادا محدودة جدا لا تتعدى 8 وفيات من الأطفال جراء الإصابة بالفيروس، من الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة ومناعية. نعم، كما أكد عدد من استشاري طب الأطفال على أن فئة الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالبالغين، كما أوضحوا أن نسبة حدوث المضاعفات منخفضة، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا لا يعني أنهم محصنين تماما من الإصابة والمضاعفات جراء الفيروس. أعداد قليلة جدا لا تتعدى 8 حالات وفيات في البلاد من الأطفال جراء إصابتهم بالفيروس تم تسجيلها منذ بداية ظهور الجائحة لغاية الآن، ومعظم الحالات تعاني من أمراض مزمنة. أصغر طفل كان يعني طفل رضيع وكان طفل صحي ما في أي شيء، لكن للأسف تأثر بالفيروس وبما أدى إلى وفاته. كذلك هناك أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وعشر سنوات كان يعانون من أمراض مزمنة، واحد منهم كان يعاني من السرطان. كذلك هناك كان مراهق هم كان يعاني من السرطان. كان هناك طفل يعاني من شلل رباعي، فكان طريح الفراش أصلا فلما انحاش التهاب الكورونا ووصل للرئة وصارت مضاعفات بالرئة، أصلا كان ما عنده القدرة أن يقاومه. حدة الفيروس ومضاعفاته عند الأطفال أقل بكثير عند البالغين، ويرجح أطباء طب الأطفال وعلم الأوبئة بأن الأسباب تعود لعدة عوامل، منها الأطفال يستخدمون ردة فعل مباشرة، الأكبار يعتمدون على ذاكرة جهاز المناعة في محاربة الفيروسات، بالإضافة إلى أن الفيروس هذا يعني يحتاج إلى مدخل إلى جسم الإنسان عن طريق مثلا الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، وهالمدخل نشوفه عند الأطفال نسبتها أقل بكثير عن الكبار. أن الأطفال معرضين للإصابة بشكل أكبر لفيروسات الكورونا الأخرى، الفيروسات الكورونا الموسمية، وهذا قد يعطيهم مناعة ولو جزئية للفيروس سارس كوفي 2 أو فيروس كورونا المستجد. رغم تأكيدات الدراسات العلمية العالمية على أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين أقل عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته الصحية، إلا أن دراسات أخرى كشفت أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وقد تحدث لديهم مضاعفات وخيمة. أحد الأسباب أن الرئة لا زالت لا زال حجم الرئة صغير نسبيا، بحيث أن أي إصابة في الرئة قد يسبب صعوبة في التنفس ونقص في الأكسجين بصورة أسرع من الأطفال الأكبر سنا. دراسات علمية عالمية وأبحاث قائمة على قيد الدراسة. في النهاية نستطيع أن نقول أن فئة الأطفال غير محصنين تماما من خطر الإصابة بالعدوى، فهناك حالات من الأطفال الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة يرقدون على أسرة العناية المركزة جراء إصابتهم بالفيروس. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.